السلام عليكم عائلتي يوسف الثانية، مرحبا بكم في فيديو تحليلي جديد لمباراة حسنة أكادير الرجاء اللي غيكون على السريع كيفما متعودين ديما. بزاف الناس كيصيفطوا لي على الخاص وكيقولوا لي يوسف علاش ما بقيتش كتحلل الحسنية، علاش ما بقيتش كتهضر على مباراة الحسنية، كلكم كتعرفوا أنني حسني والدم حسني والقلب حسني والجرينتا حسنية وشي حاجة اللي راه فوق الخيال الدراري، ولكن وصلت لواحد المرحلة ديال صافي ما بقاش بان لك اللاعبين على والو. البارح حنا المرتبة خمسة وكاين واحد البصيص واخا قليل أنك تلعب على الثالث ما استغلوش. على من غنهضروا فرقه انا كنشوف الشوط الاول كامل 45 وهي اللي مستضيفه الرجاء وفي الملعب ديالها وامام الجماهير ديالها ومستضيف الرجاء اللي لعب بالتشكيله الثانيه، حتى اللاعبين الرسميين لا رحيمي لا مالانغو لا كاع اللاعبين الرسميين كاينين في الاحتياط وما فزتيش وما درتي ولا فرصه خطيره على المرمى. فاش كتشوف 45 دقيقه الاولى حيت ما كملتش الماتش انا غير كنمرض كنشوف ما كايناش ديك الرغبه عند اللعابه، ما كايناش الرغبه عندهم باش يهزوا بالحسنيه، ما بقاتش كاينه ديك الجرينتا نهائيا في غياب الرامي الوحيد اللي كان كيدير هاد الجرينتا اللي كان كيعطي شويه الامل تفرج ما بقاش. 45 دقيقه خوتي الشوط الاول كيف يعقل ما كاين حتى شي فرصه على المرمى خطيره من الحسنيه، فقط وحده اللي جاءت ركنيه او هي الكره يعني ثابته لعبات المالو اللي طدت من المدافعين رجعت المالو مالو ضربها مالو، وليتم معولين على مالو العوج ماركي ليكم مع احتراماتنا لمالو التعبير المجازي لان ديك الكره عوجه مالو متسنين مالو هو اللي سجل لكم هو اللي صنع لكم فرصه خطيره في 45 دقيقه، في حين ان الرجاء اللي مستضيفه لعبه بلاعبين اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم بن حليب ولا ناناح ولا حتى داك الجانب الجناح اليسار الجناح نعم اليسار اول مره يلعبوا مع بعضياتهم ما كاينش تفاهم بيناتهم، وفي الشوط الاول كان ممكن يسجلوا ثلاثه الاهداف فرص ماشي محققه فرص اهداف حقيقيه اهداف الاولى اللي تصدى لها الحارس قاموم، الثانيه اللي تلعبات من عند اللاعب الرجاء بن حليب تعبات لنا ناح اللي ما تمرتش بطريقه دقيقه كان هدف سهل هذاك ضيعوه، ايضا الهدف الاخر اللي انطلق ذاك الجناح اليسار اخترق وعطى لنا ناح كي ضيعها كي سديدها خارج الاطار، ثلاثه الاهداف محققه في الشوط الاول. كيف يعقل ان فرقه تقول لي اش ما تقدرش تهضر عليها؟ هو على ما علاش تهضر؟ على ما غتحلل اش تحلل في هذا المرض؟ وانت صاحبي راه نعم محلل خاصك تبقى حيادي، ولكن الفرقه اللي كيكون معها قلبك راه بزز منك اصاحبي كتاثر بزز منك كتمرض بزز منك كتفقس بزز منك ما كتبقاش تحمل كاع تهضر عليهم. ما يمكنش اصاحبي 45 دقيقه ما كاين والو، وشوف الراجل اللي جايه معوله غير هذا الماتش باش تنشط حيت صافي مشات لها البطوله والمركز الثاني رسميا ديالها، فجات غير باش تنشط ما لعبتش لك حتى الرسميين خلاتهم الراحه ديالهم باش يلعبوا النهائي ديال الكونفدراليه، ما جايش لعبه باش تربح، كان ممكن تخرج للشوط 3-0 وانت اللي في بلادك وانت اللي مطالب انك خصك تفوز وانت اللي مقاتل عندك واحد البسيط باش تجيب ديك المركز الثالث تلعب في الكونفدراليه، فعلاش غتحلل وانت ما باغيش تربح وانت بالعكس كنتي تخسر؟ كنتي غتخسر صاحبي. اول مره كنشوف انا صديقي كيجد كابيتان بيوش هذاك كابيتان ومشى مصاب نعم تمنيت له بالشفاء، ولكن الحسنيه ولي صديقي والكابيتان تاعها الحشومه صاحبي، وفي الوسط شكون لاعب اللي كيشاوش مع ايتم محمد بيوش هذا وسط شوش كيجربوا في مدافع كيجربوا في محور هجومي او جربوا دابا ارتكاز قلب عاوتاني الادوار تاع ماني مع باسين، ماني اللي كان كيلعب في الظهير اليمين وكان كيلعب الشمخ هنا لا قلبهم دابا فاش رجع باسين او فيما كيقول الملوكي انا ما كنحملش ذاك الفيلم، والبيت اللي زقل عاوتاني هذاك في الشوط الاخر شفت واحد الفرصه زقل هذاك مقران ابيوش هذاك ما غابيوش علاش تحلل صاحبي علاش غتحلل اش غتشوف علاش تهضر علاش غنهضروا، ولدرجه ان المدرب صافي قال اجي هادو ما باغينش يربحوا اجي ندخل لهم مالانغو ندخل لهم رحيمي، وكان ممكن انهم يقتلوا المباراه بهدف في الاخر ومازال وما لاعبينش على الرباح يعني يربحوا بحال كيفاش نقول لك متكبرين على الفوز، هادشي اللي بان لي انا خوتي والله غالب مع هاد الفرقه والله يلا غالب الدراري وهادشي اللي كاين علاش تهضر ما كاين والو، الحال نتسناو نتمناو العام الجاي يكون شي تغيير، هادشي اللي نتمناو بصح يكون شي تغيير جذري يا صاحبي لان هادشي راه صافي شي راه عينا صاحبي، انا بعدا عييت صراحه انا عييت بارك